بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وندعوه جل وعلا أن يمدنا بتوفيقه ورعايته وعنايته. أيها المواطنون الأعزاء، قدر الله عز وجل أن تتعرض بلادنا العزيزة خلال الأيام الماضية لأنواء مناخية استثنائية نتج عنها ما هو معلوم لديكم. إن هذه الأنواء غير العادية أثبتت ولله الحمد قوة هذا الوطن وتماسك أبنائه ووحدتهم وترابطهم، ولقد ظهر ذلك جليا في صورة مشرفة من صور التلاحم والتآزر. أيها المواطنون الأوفياء، نقف هذا اليوم وقفة تقدير واعتزاز لكافة الجهود المخلصة التي بذلت خدمة للوطن الأبي المعطاء وتفانت في تقديم العون والمساندة. وإننا إذ نكرم باسم عمان باسمكم عددا من العسكريين والمدنيين الذين قاموا بأداء الواجب المناط بهم وزيادة، فإننا أيضا نود أن نعرب لكم جميعا على اعتزازنا بكم وتقديرنا ألا محدود لجهودكم المخلصة الخيرة ومواقفكم النبيلة المستحقة لكل إشادة وثناء. ولا يفوتنا أن نعبر باسمنا جميعا عن شكرنا وتقديرنا لجميع الأخوة والأصدقاء على مواقفهم الداعمة النبيلة تجاه عمان. حفظ الله بلادنا وأدام عليها فضله ونعمه وسائر بلاد العالم. وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.